هذا عندي البيض من اول كنسل. يعني انا ما عندي سكت الوصله هني، فعندي هالبيض. قبل كل شيء نلف على التيب هذا نخليه يحشر. الحين يا جماعه الخير عندنا الطريقه، وهذا بندخله داخل. انا لفيت عليه التيب على اساس انه يحشر. هذا هو الطريقة حشر. هالطريقة بنلف عليه هذا التيب من نفس اللون. هالطريقة هالطريقة بنسوي. القص من الميزان ان هذا ما يطلع برا، لان هنا بيصير شك يعني حاجز. لو هذا طلع برا منع يعني بيصير مشكله. هذا ركبنا هنا، يعني يفضل الدفان الرمل الناعم اليابس على اساس انه يدخل في الفواصل. الرمل الرطب يعشش. بدل الكمبكتر يعني يفضل نصب عليه ماي، نرش ماي اساس انه يعني الرمل يندك. لكن هاي منطقه صغيره ما في داعي، عمر صغير ما في سيارات، الانترلوك ما ينزل. تابعوني تركيب الانترلوك. عندنا تركيب الانترلوك اساس انه نغطي البيبات، بيبات الماء، بيبات الصرف. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا يا جماعة الخير، هذا هنا يعني بسوي شوي اسمنت أساس التشطيب النهائي. هذا الاسمنت اللي هو اللاصق، بخلط شوي رمل أساس انه يعني ما ابغى يكون قوي زاد، يكون في هشاشة، يكون هش يعني شوية. وهذا سويت له عازل أساس انه ما يخرب الانترلوك، وفي اي وقت ابغى اشيل الانترلوك يكون نظيف. فمع الأسف لما قطعت الكرتون يعني ما كان عليه وضعية التصوير. تابعوني.